طيب خلونا مشاهدينا نعلق على هذا الخبر من خلال هاتفيا الأستاذ هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية. أهلا بك يا أستاذ هيثم، صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى أسرة البرنامج وعلى السادة المشاهدين، وإن شاء الله يكون شهر رمضان خير على القيادة السياسية وعلى الشعب المصري والأمة العربية. اللهم أمين علينا جميعا يا رب. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. يمكن مداخلاتنا قبل كده كانت كلها ارتفاعات أسعار، النهاردة الحمد لله بنقول إن في ربما يعني تحول نوعي في الأسعار شوية وبدأ يكون فيه هبوط. عايز أعرف من حضرتك تفسيرك للهبوط ده، وهل إحنا منتظرين هبوط آخر خلال الفترة الجاية ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا أنا عايز أوجه بالشكر للناس العاملين في الغرفة التجارية، الناس المسؤولة عن الشعب اللي هي بتوصل صوتنا للسادة المسؤولين، وعايز أشكر كل الإعلاميين بتوع مصر، مش عايز أنسى حد سواء المسموع أو المقروء أو المرئي، لتوافر جهودهم معانا نحو الشعب ونحو المواطن، إن إحنا بنوصل الرسالة من خلالكم. بحييكم على الوجه الخصوص جميعا. ده واجبنا يا أستاذ عيسى. طب انا عايز اقول لحضرتك ان كلامك مظبوط يا استاذ هشام، والحمد لله. انا بس عايز اقول لحضرتك انا ما بتكلمش على ان الدولار ارتفع او انخفض، انا بتكلم ان الاسعار اللي كانت موجوده، زي ما عملت مداخله مع حضرتك من حوالي جمعتين قلت لك ان العلف اللي موجود بسعر قديم، العجول اللي موجوده بسعر قديم، احنا ما حصلش عندنا سحب اللي هو المطلوب، لسه ما دخلناش دوره عجول جديده سواء محلي او عجول جايه من الخارج كولومبيا او اسباني. انا بس كلامك مظبوط، في حصل تراجع في اسعار اصحاب محلات الجزاره، بان كنا بنتكلم من 450 ل 500، اصبح ما فيش 500، اصبح في محلات القطاع الخاص من اول 400 لحد 450، واحنا بنامل في المزيد من النزول. بس انا بوجه رساله للساده المربين والساده تجار المجازر اللي على البلاط، اللي هم بيسلموا اللحم عجل شقه او شقتين لجزار الدكان، بقول لهم لو حصل ارتفاع في الاسعار انا من خلالي مش هسكت، وهتجه الاجراءات القانونيه اتجاهكم، لان ما حصلش ارتفاع في الاعلاف وما حصلش ارتفاع في الاسعار. كنا عايزين تستغلوا، دي رساله مهمه جدا يا استاذ هيثم دلوقتي بنوجهها للناس، تستغلوا اللي حصل من التعويم. اولا انا ماليش دعوه بالتعويم، لان العلف اللي موجود عندكم موجود بسعر قديم، العجول اللي موجود عندكم ما كانتش النهارده ولا زادت النهارده، ولا بوجه لهم انذار شديد اللهجه وبقول لهم بكل ادب لو حصل ارتفاع على اصحاب محلات الجزاره خلال شهر رمضان انا هتخذ الاجراءات القانونيه الشرعيه اتجاهكم، وبقول لكم الادب من فضلكم ان اصحاب المحلات خسرت كتير الفتره اللي فاتت ليكوا، اتعاملوا بنوع من الرحمه وبنوع من الرأفة، ولازم ده شهر كريم كنا احنا مسلمين سواء تجار او غرف تجاريه او مجتمع مدني، لازم نقف جنب المواطن سواء بنودي له نوصل له سعر بسعر منخفض، او ان احنا بنعمل عمل انساني اللي ربنا مقدره على حاجه بيعملها. وعايز اقول لك ان الشعب المصري بطبيعته شعب طيب، شعب عطوف، الناس كلها ربنا سبحانه وتعالى في الشهر الكريم ده يالف قلوب المسلمين على بعضها. انا بشوف ناس كتير جدا سواء خارج بتفكر خارج صندوق الحكومه اللي هي بتعمل موائد او بتوزع شنط رمضان، عايز اقول لك ان الشعب المصري بطبيعته شعب عطوف وشعب طيب، وانا بوجه من خلال برنامجك المفضل ان مش هيحصل زياده في الاسعار في كافه السلع، لان الموجود كله موجود بسعر قديم. طب هنا يا استاذ هيثم حضرتك مشكورا دلوقتي وجهت انذار شديد اللهجه لاي حد ممكن يغلي على التاجر او الجزار. احنا انا كمواطن مين ممكن يحميني من تاجر قد يكون متجاوز حقي؟ انا دوت ان الدوله تتعاون نعمله ازاي بقى، ان الدوله تتعاون معانا. بمعنى ايه؟ انا قلت ان احنا بنعمل المفروض نعمل لجنه تتبع، في لجنه موجوده اصلا عندنا بالفعل، هي لجنه اسمها لجنه الكوارث، اللجنه فيها ناس افاضل كلها من كل مؤسسات الدوله، واخد بالك حضرتك يا استاذ هشام؟ انا بس عايز اضيف، مش هي بتشتغل امتى وازاي لجنه التتبع دي يا استاذ هيثم؟ دي لجنه موجوده اساسا، شكلها لسه مجلس الوزراء مشكلها من اسبوع. اللجنه ديت مسميها لجنه الكوارث، تواجه اي كوارث ان شاء الله مش هيحصل لنا كوارث، ومصر محفوظه بالقران ومحفوظه من عند المولى عز وجل. بس انا بقول يضاف للجنه دي ناس اقتصاديين عشان يقدروا لما يطلع مستورد يستورد، هم عارفين بخطاب الضمان يستورد بكام، ويحطوا له هامش ربح على السعر عشان نقدر نظبط السوق ويبقى في تحكم في السوق، لان احنا للاسف عندنا ما ينفعش عاليات العرض والطلب، لان احنا دوله مش منتجه، فلازم نعمل على كل مستورد لجنه تتبع يحط هامش ربح معتدل عشان الشعب يقدر يتلاقي حاجه في متناول ايديه. وانا بنصح طيب بالنسبه لهامش الربح المعتدل ده يا استاذ هيثم، دلوقتي انا ممكن اجيب لحمه بسعر 300 جنيه
زي ما هي موجوده مثلا في منافذ وزاره الزراعه، وده مبلغ كويس. اسمعني بس، عايز اقول لحضرتك دلوقتي ممكن جزار يقول لي انا هدي لك الحته اللي انت عايزها مخصوص بسعر كذا، اقدر اقول له لا؟ عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا دلوقتي الناس اللي هي المتاجره اللي عندها اقتدار بتخش للجزار. اولا ما فيش قوه شرائيه في معاهده الجزاره، يعني ده شهر كريم، شهر رمضان ده احنا كجزارين كنا بنعتبره يعني من افضل المواسم، ولكن بنحمد ربنا على الوضع اللي احنا فيه. عايز اقول لك انا بنصح المستهلك، بقول له حاجه، بقول له لو انت ما عندكش استطاعه تروح للقطاع الخاص لمحل الجزاره، انت روح المجمعات الاستهلاكيه بتاعت الدوله اللي هي مجمعات النيل اللي مكتوب عليها شركه الاهرام. قول لي ليه؟ لان المجمعات دي الحكومه بتعمل مجهود ان هي بتتعاقد متعاقده على لحم سوداني وجيبوتي، وبتطرحها في المجمعات دي ب 250 جنيه. طب ده كويس جدا. فانا بنصح المستهلك، بقول له لو انت ما عندكش استطاعه تروح لمحل الجزاره القطاع الخاص، روح لمجمعات الدوله اللي هي بتاع شركه النيل الاهرام، لانها اضمن وامن. لانها فيها لحم سوداني اضمن وامن، وكلام واضح وصحيح. انما الشوادر اللي موجوده العشوائي دي انا ما بنصحش المستهلك انه يروح لها. طيب عموما هي نصايح برضو من حضرتك وانت مختص، ان انت بتوجهنا برضو التوجيه السليم. بس هل متوقع يا استاذ هيثم بقى زي ما بدات معاك بالسؤال ده اختم معاك بيه، هل بتتوقع مزيد من الانخفاضات في اسعار اللحوم؟ بص صدقني يا استاذ هشام، لو الدوله خدت بالكلام اللي بقوله وبالروجيتا اللي انا وجهتها للسيد وزير الزراعه والسيد رئيس مجلس دوله الوزراء، وخدوا بالافكار اللي انا طرحتها، والله العظيم هيحصل انضباط في السوق المصري، في سوق اللحوم على وجه الخصوص. يا رب. وعايز اقول لك الروجيتا اترفعت الحمد لله من خلال الغرفه، وانا بشكر الموظفين في الغرفه كلهم المسؤول عن الشعب عندنا، مش عايز انسى اسم يعني، هم بيبقوا معانا مجهود جبار يعني، ناس بتتعاون بشكل جدي. انا رفعت المذكرتين، واحده للسيد وزير الزراعه، واحده للسيد رئيس دوله الوزراء، وان شاء الله ان الحكومه تاخد بالاقتراحات دي ويبقى في مردود جيد لسوق اللحوم في القطاع الخاص، لان زي انا ما بحافظ على القطاع العام وبحافظ على المواطن البسيط، برضو القطاع الخاص من اصحاب محلات الجزاره تعرضوا لضرر فادح على خلال السنوات اللي فاتت. احنا عايزين نظبط السوق المصري، عايزين يبقى كلنا كغرف تجاريه، كمجتمع مدني، كشعب بمختلف انواعها، نتعاون كلنا مع بعض عشان نوصل بافضل سعر للمستهلك. لان انت عارف يا استاذ هشام، انا عليك ان مستوى الانفاق لا يساوي مع مستوى الدخل، وعايزين نبين الشغل اللي خدته القيادات السياسيه من زياده المرتبات وزياده الاجور وزياده رفع المعاشات. لازم الحكومه من الداخل تشتغل عشان تبين ده شغل الراجل على المواطن البسيط، ويبقى ليه مردود معاه في معيشته وفي حياته الاقتصاديه. بس يعني كده افهم من حضرتك يا استاذ هيثم ان الاجابه ان الانخفاضات ممكن تحصل او لا الا اذا التزمت الوزاره، وزاره الزراعه ومجلس الوزراء بهذه الافكار اللي حضرتك طرحتها. ان شاء الله لو ده المقياس معانا. وان شاء الله انا بس بطالب الدوله بحاجه، بقول لهم لما يعني انتوا لما بتعملين حوار مجتمع مدني، حوار اقتصادي مشكورا، لازم يبقى في ناس من الشعب. في الحوار الوطني قائم. يعني أنا عايز أقول لك إنه برضو لازم يوجهوا دعوة شعبة اللحوم وشعبة الدواجن وشعبة الخضار. ليه؟ لأن الناس دي إحنا قاعدين في السوق، وإحنا قريبين من الشارع وقريبين من الناس. وأنا قلت لك قبل كده في كذا مرة، أنا عمري أنا ولا المجموعة اللي بتشتغل في كل الشعب سواء الدواجن أو الخضار أو العدد وآلات، عمري ما حد من الناس دي هيبخل بأي معلومة هتفيد بلده، لأن إحنا بنعمل عمل أكاديمي، عمل خدمي، من همتنا من مصلحتنا. لا. خدمة المواطن الأول اللي هو مننا ومن دمنا، وخدمة القطاع اللي أنا برقصه. وعايز أقول لك إن أنا برضو بتكلم عشان الجزار البسيط اللي بيجيب شقة ولا فخدة في الجمعة، أنا عايزه يستمر ويعيش ويبقى عنده قوة شرائية. وعايز الدولة ما تستهينش بأفكار اللي قدمها هيثم عبد الباسط، والله دي أفكار جيدة وهتفيد الدولة. أولا هتفيد الدولة في المقام الأول، وهتفيد قطاع اللحوم، وهتفيد المستهلك. وإن شاء الله بإذن الله أن مصر إن شاء الله تتعافى ونتبع سياسة الإنتاج. يعني دي أهم حاجة، إن إحنا لازم نتبع سياسة الإنتاج على أراضينا، لازم نوسع في الرقعة الزراعية. الله يا أستاذ هيثم، أنا مدرك جدا طبعا إن حضرتك عندك أفكار وعندك رؤى حابب من خلالها إن أنت تعدل من الأوضاع، فبإذن الله كلامك يكون موضع اعتبار بالنسبة للقائمين على وزارة الزراعة أو حتى على مستوى مجلس الوزراء، وبإذن الله كده الأمور تستقيم وتهدى عشان الجزار يقدر يعيش، كمان المواطن يقدر يعيش،
ويشتري بالسعر اللي هو قد يكون مناسب لدخله اللي احنا بنتكلم فيه دايما. عموما انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ هيثم عبد الباسط رئيس شعبه القصابين بالاتحاد العام للغرف التجاريه.